السلام عليكم الاخوان. كنا طوير ما شاء الله كوب بلور ما شاء الله كيف ما كتشوفوا الاخوان في الصوره. عوضوا لي باي طريقه، بغى فلوس بغى طير ما شاء الله. اللهم بارك لك السنين ونص. يلاه خير، عنده 3 سنين ونص الاخوان. كيف لي بغو باش لا الله عريش انا جايبو دوك الطريق دابا تبارك الله. اللهم بارك. الاصل ديالو هذا الاصل ديالو جدر جدر هاكو باش نوصلوا خويا الفكره للمشاهدين او اللي بغى يشتري والعقاله. ما شاء الله الله يبارك الاخوان. جدير هذا بالنسبه للكلام ديالو، كلام وجداني كلام زوين خصنا نسمعوه. في كلام وجداني الاخوان خدمه غارة كما كتقول 1200 درهم. بالنسبه للثمن الاخوان كيبقى 1200 درهم. النميره ديال كاس العربي 06 03 42 52. بالنسبه للنميره الاخوان راهي هذه ان شاء الله. كارطي اخي عزيز كارطي ما كاينش كارطي ما كاينش الله يسخر كل واحد. الله يسخر لك. السلام عليكم الاخوان. كاين الجدير ما شاء الله. السلام عليكم خويا بخير. الله يبارك فيك خويا. الله بالنسبه لهذا الجدير اخي شحال عنده؟ هذا الجدير خويا عنده 3 سنين. عنده 3 سنوات الاخوان. خارج الكلام اخي. خارج الكلام كلم وعندي الفيديو ديالو ما شاء الله. الله يبارك. كيف ما كتسمع الاخوان الاخ الكريم راه عنده الفيديو ديالو. اللي بغى الاخوان حتى يسمع ليه ولا يصيفط ليه الفيديو ديالو مرحبا والف مرحبا. بالنسبه للثمن اخي الثمن 1000 درهم. 1000 درهم كيبقى الثمن ديالو. ما شاء الله طوير تبارك الله راه عاقل ما شاء الله كيف ما كتشوفوا الاخوان في الصوره ما شاء الله. كاين شي طوير اخر اخي؟ كاين هذا الهازار. كاين هذا الهازار ما شاء الله. الله يبارك تبارك الله كيف ما كتسمعوا الاخوان عاقل تبارك الله. بالنسبه للثمن هنا اخي 300 درهم. 300 درهم كيبقى الثمن ديالو الاخوان هذا الطوير هذا. بالنسبه للنميره اخي انا بغيت نتواصل معك 06 63 77 73 03 60 60. شكرا اخي بارك الله يسخر لك. شكرا الله. كريم بخير هاني كبرتي على الصوره خويا مع الوقت ولكن ملي كتجي كتجي للملاهي ما شاء الله. ما شاء الله درت واحد شويه تعري عليه الجو راه ماشي ما فيه. لا 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 ما تخافش لا بالعكس ضربات هاد الشميشه هادي الصباح راه كانت ضبابه خويا يعني غادي يكون الحال سخون باذن الله. هذا جدر عنده ما شاء الله. ما شاء الله الله يبارك الاخوان ما شاء الله. جدير الاخوان هذا الجمال الاخوان شحال عنده خويا الجدير؟ عنده عامين. عامين ما شاء الله. بالنسبه للكلام اللي فيه كلام وجداني ديالو كلام ديالو كلام كتبو عليك يعني واش مرتب كلام زوين كلام ديالو زوين. يلا خير جدي يلا دير الثاني. بالنسبه للثمن شحال كطلب فيه؟ نقول 700. 700 بالنسبه للثمن الاخوان 700 درهم كيقول فيه. مرحبا. النميره ديالك؟ مرحبا. 06 67 74 42. بالنسبه للنميره الاخوان راه هي هذه. شكرا اخي الله يسخر لك. شكرا لكم الاخوان. كاين هذا الجدير ما شاء الله كيف ما كتشوفوا عند الاخ الكريم كيف ما كتشوفوا جدير اخي هذا. جدير الاخوان كيف ما كتشوفوا الاخوان في الصوره شحال عنده اخي هذا؟ ثلاثة طالع الاخوان فيه 3 سنوات كيف ما كتشوفوا الاخوان في الصوره ما شاء الله الله يبارك وعاقل تبارك الله راه طالع الاخوان في 3 سنوات كيف ما كيقول الاخ الكريم. خارج الكلام اخي خارج الكلام خارج الكلام ما شاء الله. شدر اخويا تقول في 600 كيف ما كتشوفوا الاخوان. بالنسبه للثمن اخي تقول في 600 درهم. 600 درهم كيقول فيه الاخ الكريم الاخوان كما كتشوفوا الاخوان جدير تبارك الله راه داصر ما شاء الله مولف. ما شاء الله هذا قرع اخي ياك؟ قرع. شحال عنده اخي هذا؟ قرع ديال ولد العام. قرع ولد العام الاخوان كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للثمن هنا؟ تنقول فيه 500. 500 درهم بالنسبه لهذه القريه الاخوان ولد العام. بالنسبه للنمره اللي بغاو يتواصلوا معك؟ 06 06 58 58
75 80 38. شكرا خويا الله يسخر لك. راه كاينين الاخوان طويرات اخرين عندنا اخ الكريم في الدار واللي بغى خصني يتواصل معاه ويمشي عنده زاد الدار ان شاء الله باش يشوف الطويرات ان شاء الله. شكرا خويا الله يسخر لك. السلام عليكم الاخوان. كاين هاد انتيو ما شاء الله اللهم بارك. هادي راه جدره خويا عزيز ما شاء الله عندها تقريبا دابا 3 شهور عنده 3 اشهر ما شاء الله. واحد الشوبيه في الراس ما شاء الله اصلا شويه ديال الصاط اللهم بارك. اللي بغاها مرحبا واللي بغاها الاخوان مرحبا. بالنسبه للمراه 06 67 62 63 63 62 72 72 واللي بغاها راه النميره هي هذه عند الاخ الكريم ومرحبا والف مرحبا. الله يبارك نشوه زوينه ما شاء الله. ممكن تعطي طفره هذه يا اخي؟ كتبان لي فيها واحد الشوبيه في الراس شيها ياك اخي. وحتى يعني في الدار ديال الفوق راه كاين واحد الكحوليه شيها. ايه انت ما غاتبانش للمشاهد الكريم ولكن المهم حنا كنعشقوا الحاجه عاد كنشريوها. عندك صح الله يسخر لك. واللي بغاها مرحبا مرحبا. وثمن كيكون مناسب. واحد القضيه اخويا عزيز هذه راه ماشي بلديه ياك. هذه راه باساجي والباساجيات راه كيخدموا تبارك الله فهمتي باذن الله فهمتي كيبقى داك الشيء سخرات الا ما شاء الله. ضربه تقريبا دابا 3 شهور ما شاء الله. هذه راه الباساجي الاولى اللي كانت داخله هذه 3 شهور تقريبا ما شاء الله. الله يبارك اخي. شكرا على النصائح المهمه اللي كتعطينا. مرحبا وشكرا جزيلا. السلام عليكم الاخوان. كاين هذا القرع ما شاء الله اليوم كنتوجهوا عند الاخ حسن. السلام عليكم. سلام الله وبركاته. حسن بخير الله يحفظك خويا عزيز. قرع هذا اخي ياك؟ اي اخويا ما شاء الله. الله يبارك الاخوان كيف ما كتشوفوا الاخوان في الصوره ديال شهر 7 وعاقل تبارك الله. عاقل ومكلم ومتكلم الاخوان. عندي فيديو ديالو وعنده الاخوان الفيديو ديالو كيف ما كيقول الاخ حسن ذو مصداقيه. شي اللي كاين ما شاء الله. بالنسبه للثمن اخي الثمن تنقول 600 600 درهم الاخوان كيف ما كتشوفوا الاخوان في الصوره. هانتوما الاخوان الطوير تبارك الله راه عاقل تبارك الله. هانتوما الاخوان واخا صبعي بحال عاقل تبارك الله. هانتوما الاخوان كيف ما كتشوفوا لعبوا لي اخي حسن انت كتلعب دور في الطوير. لا يا خويا لا لا هذا راه كنحطو حدا فوق الطابله ديال البيستي ما كيخاف ما والو. ما شاء الله ما شاء الله. الله بالنسبه للثمن كيبقى 700 درهم 600 درهم عفوا الاخوان كيبقى 600 درهم بالنسبه للثمن. وباقيين طويرات اخرين اخي حسن مرحبا. بالنسبه للثمن الاخوان ديال هاد مالاكا الاخوان 900 درهم بالنسبه للثمن الاخوان. وباقيين طويرات وكاينين الاخوان حتى هاد النتيوات هاد الاخ حسن راه قدامات ما شاء الله. الله يبارك جدرات اخي حسن جدرات اخويا ما شاء الله. الله يبارك. بالنسبه للثمن شحال عندهم اخي؟ هذه عندها 3 سنين هذه اللي عندها الزيتونيه. هذه الاخوان عندها 3 سنوات. بالنسبه للثمن ديالها؟ الثمن ديالها 250 درهم 250 درهم. بالنسبه لهذه اخي هذه 180 درهم. شحال عندها؟ عندها عام عندها عام الاخوان. 180 درهم كيبقى الثمن ديالهم. وهذيك اخويا عزيز هذيك راه كدور تبارك الله راه باغا تزوج هذه والله الا كدور. انتم الاخوان كيف ما كتشوفوا الاخ حسن راه باغا تزوج الاخوان ما شاء الله. باقي شي طويرات اخرين موجود وكاين هذا الخلوي ما شاء الله. راه عندي فيديو ديالو راه مكلم وعنده الاخوان الفيديو ديالو واللي بغاها الاخوان يتصل بالاخ حسن حتى يصيفط لي الفيديو ولا حتى يجي يسمع حتى هو الطائر ان شاء الله. هذا خويا عزيز هذا راه جدر بلدي بارفا جدر الاخوان بارفا بلدي كيف ما كتشوف كيف ما كتسمع الاخ حسن ما شاء الله. بالنسبه للثمن اخي الثمن 270 درهم 270 درهم الاخوان هو البيع ديالو. بغات تلوح لي الفيديو ديالو تيسلي الفيديو ومرحبا والف مرحبا. الله يحفظك. بالنسبه للنميره اخي حسن 06 51 73 94 94 94 19 اخي حسن الله يسخر لك. الله يحفظك خويا عزيز ما شاء الله. الله يبارك الاخوان. كاين هذا الميسو مالاكا عند الاخ حسن ما شاء الله. الله يبارك هذه انت خويا عزيز هذه انت قبيحه تبارك الله ما شاء الله. ماشي كدافع على راسها فهمتي صحيحه تبارك الله. ما انت يا خويا الاخوان اللي ما كيعرفوش المبتدئين
انت خويا شتي من هنايا كتبان الشوبيه ياك الشوبيه تما فين كتبان لك انت 100%. وبعض المرات كتكون الكحوليه يعني الطير كتكون فيه الكحوليه كتكون فيه التخضيره هنايا كاينين الطيور اللي فيهم يعني الخضوريه هنايا ما شاء الله ماشي هذا ربينا نتوا من الشوبيه الراس من الفوق ربينا نتوا من الشوبيه وتحمر هاي شي فين حدات تحدات يعني هاي شي اييه آه بالنسبه للذكر كتكون فيت العين يعني فيت العين وكاين الذكر اللي كتكون يعني يعني بالنسبه للتحميره كتكون شويه يعني ياك برايس قريبه بحال النتوى وكيكون هو طاير ولكن ما كيكونش عنده يعني كيكون عنده الموستاش كحل بالنسبه لهاد النتوى راه كتشوف الموستاش ديالها شهب هي عندك صح شي وكتبقى يعني موقنين هادي كما كيقولوا موقنين اخويا صعيبه في التقلاب ديالها سيرتو هذيك الطويرات اللي كيكونوا ما مصفينش ما مبينينش ولكن بالنسبه للمحترفين بالنسبه لك حتى انت اخي يعني بالنسبه لخويا انا ماشي محترف ولكن انا كنبقى مبتدئ فهمتي ولكن يعني بالنسبه اللي كنشوفه يعني يوميا قال لك اذا عرفت شيء غيب عنك اشياء ولكن التواضع ديالك اخي هو اللي كيخليك انت كتقول بانني انا مبتدئ ولكن بالنسبه للاعيون ديال الناس كاين الناس يعني كتبان استاذ قدامهم دائما بالنسبه للتواضع كيشوفوا الطوير سبحان الله العظيم من يعني كما كنقولوا من الطياره فهمتيني ما شاء الله الله يبارك تحيه جميع الاخوان السلام عليكم السلام عليكم السلام كيدير الله يحفظك الله يبارك فيك كيدير مزيان هاني شاب الجمال عاوتاني انت اخويا هادي راه باساجي ما شاء الله انت شوف ضربه تقريبا دابا 3 شهور ما شاء الله الرجيلات راه غيبداو يبيضوا مع الوقت شي الخدمه ان شاء الله باذن الله هادي راه تلاقى في المسرح هادي ان شاء الله انا عارفك انت زوين الله يكبر بيك الله يكبر بيك اخويا نوريك واحد الجمال مرحبا السلام عليكم الاخوان اليوم كنتواجدوا عند الاخ ادريس السلام عليكم السلام ادريس خويا بخير لاباس عليك اللي عشاق الوطوط الاخوان كيف ما كتشوفوا الاخوان في الصوره ما شاء الله جدر ولا هذا ود العش ود العش الاخوان كيف ما كتسمعوا شحال عنده اخي حسن ادريس هذا عندي شي 6 شهور عنده شي 6 شهور الاخوان كيف ما كتشوفوا الاخوان في الصوره في كلام اخي في كلام حافظ حافظ ما شاء الله كيف ما كتشوفوا الاخوان في الصوره طويل أم دريسي تحب ليه ما شاء الله أم دريسي الإخوان هانتوما ما شاء الله الله يبارك بالنسبة لثمن أخي دريسنا 350 درهم بالنسبة لثمن أخي دريس صافي 350 درهم بالنسبه للميرا بغيت توصلوا معك اخي 07 09 09 08 42 10 بالنسبه للميرا الاخوان راه هي ديال الاخ ادريس اخي ادريس شكرا الله يحفظك يا عزيز الله يحفظك ما شاء الله تكير هذا ما شاء الله الله يبارك الاخوان بالنسبه للثمن اخينا 100 درهم 100 درهم الله يبارك خلويه هذه خلوي ما شاء الله شكرا اخويا الله يسخر كانت سلعه جميله واش حاجه اللي استقر السوق لها كانت سلعه تبارك الله ما شاء الله صحيح هذاك زوين ما شاء الله الله يبارك الاخوان الله يسخر بالنسبه للثمن اخويا كيبقى 100 درهم كاين حتى هذه القرعه عند الاخ حسن ما شاء الله الله يبارك تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك شحال عنده اخي حسن هذا عنده تقريبا شي 9 اشهر عنده الاخوان شي 9 اشهر الخوت ما شاء الله وعاقل تبارك الله قالوا نكلم عندي الفيديو ديال الاخ حسن كلهم تبارك الله عقوليه ما شاء الله والجمال والجمال جمال جمال راه القلب بيض حتى الاخ حسن راه قلبه بيض ان شاء الله وكان تيور حتى هما ديالو من كيحصلوا في يدو حتى هما كيوليو قلب ابيض ان شاء الله بحالي بحالي الله يحفظك لا اكيد هاد الامور هادي ملي كتلقى الامور طيبه والانسان طيب حتى الطيور تما كيميلوا كيتيسروا معقول بالنسبه للثمن اخي هنا الثمن ديالو هنا 600 درهم 600 درهم بالنسبه للثمن كيبقى 500 هو البيع ديالو كيبقى 500 الاخوان نتكلم انتم الاخ حسن ان شاء الله داير معكم ثمن ما شاء الله الله يبارك اخي حسن الله يسخر لك الله يحفظك خويا الله يكبر بك بغيتك النمره ياك مرحبا بغيتي النمره عاود النمره 06 51 51 73 74 94 19 19 شكرا اخي حسن الله يسخر شكرا على واجب السلام عليكم الاخوان كاين هذا الكنار ما شاء الله الله يبارك راه كيبان ما شاء الله بهال الميسو الاخوان كيف ما كتشوفوا الاخوان في الصوره شحال عنده اخي هذا شي عامين عنده عامين الاخوان هذا الميسو هذا الكنار عفوا ما
شاء الله الله يبارك. بالنسبه للثمن ديالو اخر 100 درهم. 100 درهم الاخوان كيبقى الثمن ديالو عند الاخ الكريم. بالنسبه للميره اخي 016 47 دبل زيرو. وكاينين طويرات اخرين في المحله وكاينين الاخوان طويرات اخرين عند الاخ الكريم. كاين الحداد كاين الوطواط كاينين طويرات عنده في المحل في البرنوسي سيدي مومن عفوا الاخوان حدا مدرسه عبير حدا عبير انتم الاخوان اللي بغى الاخوان مرحبا والف مرحبا عند الاخ الكريم. شكرا خويا الله يسخر لي. السلام عليكم الاخوان. كاينين الطويرات ما شاء الله الله يبارك ديال البولير ما شاء الله ما شاء الله الاخوان. بالنسبه للثمن الاخوان كيبقى 170 درهم طويرات في المستوى عند الاخ مصطفى. واش انا ماني مصدق والله انا ربحت فينا واحد القرطيط. السلام عليكم الاخوان. متجاوز السيمانات السيمانات الاخوان ضاربين جوج سيمانات. بالنسبة للميرة الله يسخر لك اخويا. بالنسبة للثمن اخي الثمن 35 35 درهم الاخوان. بالنسبة لهذا النسيوات تبع 100 درهم. بالنسبة للتكيير الاخوان راه تبع الاخوان 100 درهم. جوج بالدراهم راه شفتو فين اخويا. ماشي اخويا سير سير امشي. هذه السلعة عيا طيب هذه السلعة عيا طيب ما شاء الله الله يبارك الله يسخر لهم. هذه السلعة عيا صحيحة رايح درج. بالنسبة لجوات الإخوان 35 درهم بحال الطيارين. شيء بعد اه شولي ماشي موجود الخير ان شاء الله. ما شاء الله واقفين الناس عليهم باغيين هو ذاك الشجاع باغي ما شاء الله الله يبارك الاخوان تبارك الله. اهلا اهلا كيدير اسهيك غالي بخير الحمد لله الله يلا بخير شويه هنايا السلاج هذا في السوق الاولى الحمد لله كتقاد على الاولى امين يا رب الحمد لله. الله يسر الامور الله يحفظك
سيون السلام عليكم. عزوز السلام عليكم. عليكم السلام خويا بخير. بالنسبه للثمن ديال هذا الميسو اخي، بالنسبه للثمن اللي بغى راني نهضر معك. مرحبا اللي بغى الاخوان في الخاص ميسو ما شاء الله كيف ما كتسمعوا الاخوان الاخ يونس. اكيد اخي يونس راه مصداقيه ما شاء الله الله يبارك. بالنسبه للنميره اخي يونس 036 59 91 37. شكرا اخي وتحياتي لك. ما شاء الله الله يبارك. لا شوف انا الغرض ديالي هو انك تشري انت وتستافد انت من الحمد لله حنايا قناه. بالنسبة للنمرة الإخوان 066 68 58 45. بالنسبة للنمرة نتواصل مع السي العلوي ميسو في مستوى تبارك الله كان حاط عليه فورة واللي اللي بغى يكون جدي قال فيها الإخوان 1500 درهم وعطاوه 1000 درهم وما بغاش الإخوان. هادشي الإخوان مكان هادشي اللي كيقول فيه الأخ الكريم. الله يسخر الجميع. الإخوان كاين هاد القريع ما شاء الله الله يبارك كما كتشوفوا في الصورة. شحال عنده أخير؟ عنده عامين الإخوان كما كتشوفوا في الصورة. خرج الكلام يلا خرج الكلام الاخوان كما كتشوفوا. بالنسبه للثمن هنا 500 درهم كيبقى الثمن ديالو الاخوان عند الاخ الكريم. ممكن عنده حتى واحد الطوير اخر ما شاء الله حتى هذا اخي. بالنسبه 400 بالنسبه للثمن ديالو الاخوان 400 درهم الاخوان كيف ما كتشوفوا. شحال عنده اخي هذا؟ عنده عامين. عنده حتى هو عامين. بالنسبه للنميره اللي بغاو يتواصلوا معاك دير اخويا 06 06 67 15 01 46. بالنسبه للنميره الاخوان راه هي هذه. واللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا. طويرات ما شاء الله في المستوى كيف ما كتشوفوا الاخوان في الصوره. شكرا اخي الله يسخر لك. السلام عليكم الاخوان. كاين الحداد ما شاء الله الله يبارك. شنو عنده اخي الحداد؟ عنده 5 سنوات الاخوان كيف ما كتشوفوا تبارك الله. راه اول مره خارج السوق في كلام تبارك الله ما شاء الله. اصل على الدار تبارك الله باين تبارك الله النقاء ما شاء الله الله يبارك الاخوان. بالنسبه للثمن اخي 600 درهم بالنسبه للثمن الاخوان كيقول فيه الاخ الكريم. الطويره الاخوان اللي بغى حتى يسمع ليه كما كتشوفوا الخط طوير. بالنسبه للنميره اللي بغيتوا توصلوا 06 34 09 63 05. الله يسخر لك اخي. بالنسبه للطوير ما شاء الله الله يبارك كما كتشوفوا الاخوان في الصوره تبارك الله راه داوي سلعة الدار كيف ما كتشوفوا الاخوان في الصوره. الله يسخر ما شاء الله ما نعرفوش على الطيره خويا ما شاء الله. انا مازال ضربت هذيك الشميشه الحاره ماشي مشكل ما شاء الله ما شاء الله. شحال عنده خويا قلتي لي الاخوان كيف ما كتسمعوا واش طير عنده 3 سنين بالنسبه للثمن ديالو شحال كتطلب فيه؟ 1000 درهم واللي بغى يجي يسمعوا واش فايت خدام هكذاك كيقولوا 1500 هو غيبدا غير باش يتكلم دابا ما شاء الله الاخوان. كاين هاد الجدير هذا عنده 3 سنوات ياك 3 سنين 3 سنين الجدار ما شاء الله عنده 3 سنوات الاخوان. قالوا
بالنسبة لثمن الإخوان كيبقى ب 1000 درهم الإخوان هذا الطوير هذا. وكاين الإخوان حتى هاد الجدير هذا ما شاء الله، شحال عنده أخي هاد الجدير هذا؟ عامين حتى هو الإخوان عامين ضارب جوج بدلات وما فوق كيف ما كتشوف. بالنسبة للثمن هنا أخي 800 درهم كيبقى الثمن ديالو الإخوان. بالنسبة للنميرة إلا بغاو يتواصلوا معاك 0 70 74 10. كاينين شي طويرات في الدار إلا بغاو يجيو عندك حتى المنزل إن شاء الله، ولكن ان شاء الله شي حاجه ديال الخدمه ان شاء الله، وحتى يجي ان شاء الله وسمعوا ان شاء الله الاخ الكريم. شكرا خويا، الله يسخر لك.